السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكل احبابي وكل متابعي وكل محب لقناه اجيال اندلس. التعليم خلي بالكم خلاص هيركز على الابحاث ومركز جدا على الابحاث والدليل على كده. قال لك رسوب طلاب وفصل معلمين دي خطتنا في المرحله الجايه لاي حد هيحاول يفسد مشروع البحث. ليه يا دكتور طارق؟ كشف الدكتور طارق وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني عن خطته لمواجهه التلاعب والغش في المشروعات البحثيه كالتالي قررت الوزاره استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي الى مشروع البحث في السنوات القادمه من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي ليه يا عم قال لك اجتياز السنه الدراسيه وانتقال الصفوف القادمه يعني من السنه الجايه مش هنشوف امتحانات هيبقى كلها ابحاث يا جماعه، يبقى نتدرب ونتعلم ونشوف الدنيا ماشيه فيها ازاي. وحضرة الطلاب والمعلمين والمكتبات التي تساهم في افساد فكره المشروع البحثي متوعدة باتخاذ اجراءات صارمه تجاههم. يا ريت يا دكتور طارق كنت حضرتك تنبه الاول الكلام ده كنا نتدرب عليه ونتعلم عليه قبل ما نقدر نفرضه على الناس. المفروض قبل ما نفرض اي حاجه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ناخد براي الشورى، يا ريت. انا قلت والف مره بقولها ان البحث مش وحش، الوحش اللي احنا نطبقه بالاسلوب الجبري ده، او اللي احنا نفرض على الطالب ولي الامر يعمل بحث هو مش قادر يعمله اصلا، ولا عنده فكره مبدئيه بيه. عشان كده بالنسبه للمعلمين، الوزاره برضه توعدت اي معلم هيساهم في تنفيذ البحث للطلاب بمقابل مادي بتوقيع عقوبات صارمه واحالته للتحقيق والايقاف عن العمل. خلي بالك ممكن تصل للفصل كمان من العمل وحذرت الوزاره المكتبات والسابر كلها والسناتر من اعداد مشروعات بحثيه جاهزه للطلاب بمقابل مادي يا باشا كله اتعمل مؤكد انه من يثبت تورطه في هذا الامر سيتم على الفور التنسيق من يثبت على الفور التنسيق مع الوحدات المحليه وقسم الشرطه لاتخاذ كل الاجراءات اللازمه لكل هذه الكيانات الدكتور طارق قال لك في اجراءات صارمه الوزاره بتاخدها مع الطالب اللي هيثبت عليه شراء البحث او قيام شخص بانجازه بدلا منه، ازاي؟ قال احنا هنمتحنه شفوي عشان كده لافت ان هذا الطالب سوف يعرض نفسه لاختبارات اضافيه في مواد مختلفه ودراسه مواد اخرى اكتر من زمايله في العام الدراسي الجديد، وخلي بقى كما يمكن ان تصل العقوبه الى الرسوب وعادة السنه الله اكبر غير التعليم اتباع اسلوب جديد يطبق للمره الاولى في تاريخ المنظومه التعليميه بل في العالم كله من خلال عقد امتحانات شفويه لجميع الطلاب من الصفوف الدراسيه وانا اتكلمت على الموضوع ده ارجع للفيديوهات هتلاقيه وانا بتكلم مع الاستاذ عمرو عبد السلام وكنا بنتكلم في الموضوع ده زي الطالب من شهر خمسة لشهر تسعة ويمتحن في حاجات هو اصلا نسى واكل امبارح أكد الدكتور شوقي الامتحان الشفوي عن طريق لجان من عدة معلمين في تخصصات مختلفة لمناقشة المشروعات مع الطالب وفرق أو فرق العمل كله اللي الخمس أفراد أو ثلاث أفراد، كل الكلام ده إمتى يا دكتور طارق هننفذه؟ بعد الفيروس، بعد الهم اللي إحنا فيه، يا ريت تعمل زي السعودية وتنجح كل الطلبة وبعدين من السنة الجديدة نبتدي نعلم الطلبة نعمل حصة إضافية مثلا نعلم الطالب ازاي يعمل بحث ازاي يقدر يناقش ازاي يقدر يعمل أنا عارف ان كتير جدا بنزل على القناة عندي طلاب كتير جدا بتعمل أبحاث بس الطلاب دي ناس كتير ساعدتها عشان توصل لكن في طلبة مش هتقدر توصل لأن محدش يقدر يساعدهم لأن في مناطق كتيرة جدا من مصر في ناس مش قادرة توصل للتليفون ولا تقدر تشتري حتى الكتاب ما بالك بالأبحاث اللي بقت دلوقتي حوت بيبتلع كل ما له اي نفوذ، ربنا يسترها على اللي جاي عشان كده الدكتور طارق بيحذر على كل من يساعد او كل من يقوم باي حاجه مكتبات صيابر ايا كان، خلي بالك من نفسك، ربنا يسترها على اللي جاي، يبقى يا جماعه خلاصه الموضوع ان الوزاره بتقول لك المواضيع اللي جايه والامتحانات اللي جايه من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي كلها عباره عن مشروعات بحثيه ما عادش في امتحانات، اللهم بلغت اللهم فاشهد يا ريت قول تعليقك قول كل اللي انت عاوزه بكل ادب وكل احترام في التعليقات وهنتظر كل جديد واكيد على قناتكم قناه اجيال اندلس ربنا يكتب لنا الخير والله احفظ مصر والمصريين ورب رب عديها علينا بخير الايام اللي يا رب العالمين كان معكم اسامه رزق مؤسسه اجيال اندلس وكل سنه وانتم طيبين في امان الله